أولى لقاءاتنا في منطقة فلاش انترفيو. سالم الدوسري نقول لك سالم ألف مبروك، أخيرا أربع مباريات، أول مرة يبتعد الجمهور الهلالي عن الفوز، مباراة مهمة، ثلاث نقاط جدا مهمة للهلال، ألف مبروك. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله، هذه لازم الشيء المطلوب مننا كفريق نادي الهلال، لازم ننتصر. فاليوم مباراتنا كان تركيزنا عالي، والحمد لله الروح الحمد لله برضو رجعت، لأنك أنت كنت خسران 2-0 ورجعت في المباراة، هذا يعني يدل أن فيه روح، والحمد لله ثقتنا في بعض ما زالت باقية. وأقل شيء يعني صراحة أن نبي نرجع للوضع الطبيعي اللي هو المباريات دائما الفوز فيها. لما نتكلم عن الشوط الثاني مختلف تماما عن الشوط الأول سالم، فنيا حتى من على في روح اللاعبين اختلف الشوط الثاني عن الأول. أكيد لا بد أن تصير هذه في كل المباريات، يعني عادي الفريق الكبير ما يشوف لا شوط أول ولا شوط ثاني، في النهاية إذا أنت المباراة شوف أنت كم فزت، وهذا هو الفرق الكبير دائما. طيب سالم، رغم الفوز اليوم الهلال مش في الفورمة، حتى الجمهور يمكن عتب كبير من الجمهور على الفريق الهلالي، مش الهلال هذا اللي يعرفه الجمهور الهلالي. أكيد صحيح، مو بحنا وضعنا الطبيعي، بس نقول يعني خطوة بخطوة لين نوصل للشيء الشكل المطلوب اللي نبغاه. وتعرف لا شك يعني أنت هزايم وتعادلات، أكيد بعد تعثرات لازم ترجع توقف على رجلك ثاني مرة، وأمامنا مباراة قادمة أهم وأصعب من هذه المباراة، فلذلك خلصناها اليوم بخير وشرها، ونفتح إن شاء الله المباراة الجديدة بإذن الله نشيل الكأس. هدف جميل سالم. الله يسعدك يا حبيبي. شكرا.